التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في لوس أنجلوس أمس عمدة لوس أنجلوس السيد إريك غاريستي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد. كما التقى سمو ولي العهد بمقر إقامته في لوس أنجلوس رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني روبرت بوب، وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام، كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني وفرص جذبها للمملكة. كما التقى سمو ولي العهد في مقر إقامته في لوس أنجلوس مجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والشراكة في قطاعي الإعلام والترفيه واستعراض آخر التقنيات الحديثة في هذا الشأن.